عزيزه عزيزه. مين؟ مين اللي بينادي؟ انا حمزه. اتفضل. يزيد فضلك. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا كده برضو يا زومه، ما تسالش على العزيزه. يا اهلا، ازيك يا اخويا؟ ازيك انت؟ منورنا. اهلا وسهلا يا شاب. اهلا وسهلا، وحشتيني. الله يخليك. خير؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا قلت اجي احتفل بعيد ميلادك النهارده. لو النبي. ايوه. ده انا قلت انك نسيت. لا اقدر انساكي ابدا يا زوزو. الله يخليك حبيبتي. ومين الحلوه دي؟ حلوه دي ايه شغاله عندي. انا برضو بشتغل عندك. انت تخلصي. طب يا اخويا كنت قلت لي، كنت وضبت نفسي لما انت معاك ضيوف، كنت بلغتني. الله، انت كده زي القمر يا قمر. وبعدين بقول لك شغاله عندي، ده انت احلى منها بكتير. الله يخليك ليا. بشتغل عنده، بغسل له هدومه الوسخه. والنبي بيئه شويه. الف سلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا واد يا زين؟ احطها تحت. ما بيردش. حملت اكتر من طاقته والنبي. ازيك يا اخويا؟ تعالى اقعد جنبي. اهلا اهلا. ازيك يا زوزة؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه يا زين، ايه اللي اخرك؟ معلش ما عليك، انت عارف بقى الترافيك. اللي ايه يا فندم؟ ايه الزحمه يعني؟ ترافيك. سوري، اصل انا ما كملتش تعليمي. الترافيك. تمام. ابلا، هو حضرتك جايه عشان تاخدي عربيه القناه؟ لا انا مش جايه عشان اخد عربيه القناه يا زين، انا جايه عشان اكمل بس تنظيف البيت والم الهدوم الوسخه. والنبي عايزه تنضفكوا يا ولاد. مش كده؟ على فكره في عربيه بره بسواق، لو عاوزه تقربي يعني، لو عاوزه دغوري يعني تحت امرك يعني. لا انا عايزه اقعد، نفسي اتفرج شويه. اتفرج؟ ماشي. منورنا يا والنبي. انت قلت لي اسمها ايه؟ الزهايمر يا اخويا. هي شغاله عندي. آية والنبي آية. منور يا زين. الله يخليك يا زوزة. هابي برزداي توتو. ايه ده يا اخويا؟ ده هو جاي يبهدلني بيشي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ده بيقول لك وحشتيني والف سلام عليكي، بس بالطلياني. والنبي. لغات. والنبي متعلم كتير وكلامه مثل القلب. شوفي بقى انا جايب لك ايه؟ ايه؟ هديه مطول. استاذنك في البطاطس. ده انت هتتغدى معايا. انت هتعملي شوربه خضار ولا ايه؟ ان شاء الله. دي هديتي. وايه ده بقى يا سياده السفير؟ ده ريسيفر عشان انا اشتغلت في قناه جديده وعاوزك تتفرجي عليا في التلفزيون. دش دش دش. اتفرج يعني على التلفزيون؟ صلاه النبي احسن. الله هو اكبر. تسلم لي يا زومه. تسلمي لي حبيبتي. طب بس ده هشغله ازاي؟ تليش زين مش هيمشي من هنا الا لما يعلمك كل حاجه ويوريكي بيشتغل ازاي. على خيره الله. طب بس معليك، في كويشن ملحوظه يعني بالنسبه لموضوع الرسيفر. انا ما عنديش مشكله، انا ممكن اعمل لها كل حاجه، بس انا هشغل لها النايت سيت. تمام. بس بالنسبه يعني تعرف معليك يعني غدبر. ايه يا اخويا اللي بيقول؟ لا ما تقلقيش، دي حاجات ما بيننا. النايت سات ما فيش مشكله. النايت سات ما فيش مشكله. لا ولا التاني ده برضو في مشكله، خلي الولاد ينبسطوا. يعني دي ليا وللولاد. ان شاء الله يخليكوا ليا. عربي واوروبي. اموت انا في قله الادب دي. انت حبيبي يا زوزو. يلا يلا ناكل بقى الحاجات، الحلويات اللي انا جايب. انا البطاطس يعني. لو نجيب البطاطس كده اللي مضايقاك. وده بقى ايه وظيفتك انت؟ ايه خليها جنبك دلوقتي. رسيفر. رسيفر. والنبي ما كان له لزوم التعب ده كله. ده كلام. ده انت جاي بيتك يا حمزه. ده كلام يا حبيبتي. كل مره تيجي محمل كده يا دي الكسوف. اول مره اجي. انا بقول لك كل مره. كل مره سمعتها. اول مره معلش. حاجه انا اعرف ناس بتاكل وتنكر. لا اوعى تقول كده، مش انا. ده انا بنت بلد وعاجبك قوي يا زوما. ده حاجات والله يعني ايه. في هو مين اللي بياكل وينكر؟ مش فاكر. هاتي لي التورته من تحت عشان نحط الشمع. ده مجبسها والنبي يا حمد. يا دبحت الشمع انت. عادي بقى يا استاذنا. هي عندها سنه واحده دول. هابي بيرثدي توتو. توتو. يا سلام. يا حلولي يا حلولي. هو ده الشغل. والنبي فرحتوني، الواحد كان ناسي.
مؤاخذة يا أستاذ؟ معاك وأستاذينك ولاعة؟ أنا معايا. محضر مفاجأة لزوز عشان قصيدة؟ تسلميلي. أصيل يا أبو محمد. طبعًا أنا عندي كام زوزة. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. حواء يا شر البلية كم أرى من كنا كل بلية وشقاء. ايه البلية دي؟ البلوة تشيله بعيد. كم تجلبين من المصائب أينما أحللت أرضا أصبحت جردائي. حواء يا شر البلية كم أرى من كنا كل بلية وشقاء. كم تجلبين من المصائب أينما أحللت أرضا أصبحت جردائي. ستنا حواء ستنا حواء يا خليقة بؤسنا هاتي بناتك حالقات شعورهن مثل النعاج الجربي في البيداء. أنا من تغنى النساء بصبره وكيف يستقيم الظل والعود أعوجي. على رأي شاعر نسيت اسمه وعنوانه القلب يعشق في كل مكان قبل العين أحيانا لو رأى من بعيدي أي فستاني. العين صابتني ورب العرش نجاني ما تبصليش بعين رضية بص للدولارات المدفوعة فيا.